ونرجع لك فري. ماريان بيسدد عن اركي 3 بوينت. جاماريان بيسدد من المسافه البعيده عن اركي 3 بوينت. بيسجل جاماريان ريان بيسجل عن اركي 3 بوينت. جمار خلاها تعادل. جمار خلاها تعادل. جمار يونغ خلاها تعادل. يونغ بيسدد وبيسجل. جمار يونغ نقطه 11. جمار يونغ يسجل عن ارض. يكمل معه الدوري هنا مارشال في مسماتش بينه وبين مارشال. والسمعه والسمعه على جمار. اكسترا باس احمد ابراهيم على الثري. جرمان ماسي ريباوند. كرة لعند أحمد إبراهيم. أحمد وصلها لجمار يونغ. عم تضرب بشكل ممتاز. جمار يونغ. يونغ لعب سريع كثير. تسديدة علي محمود الثلاثية. بيسجل علي محمود. اوبن شوت كمان لعلي محمود. بيسجل علي السكرين من سمعه. دبل سكرين لجمار يونغ. بيروح على الباسكت ومع الباك بورد. جمار يونغ عم بينجح ب 2 بوينتس. نجم المباراه. والله كان فرق 8 لكن راحت عن جمار. سوبر ستار جمار يونغ ب 2 بوينتس. اول مباراه شهدت له اياها كان تعاقد مع الرياضي امام يو بي اي او الفريق طبعا بيبلوس عمشيت. مباراه الرياضي اللبناني وجمعيه سلا المغربي. وجمار يونغ في فاصل استعراضي. انترنت كل اللي عم يشوفونا كمان بلبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا مع هالسله لجمار يونغ. انتهت الكره بروح على الباسكت. اوهو باسكت ان محمود. جمار يونغ مع ستاغلين بيروح على الباسكت. باسكت ان جمار يونغ اللي بيروح بفاست بريك. جمار يونغ بيروح على السله وبيسجل نقطه الرابعه. يا لجمار يونغ. يونغ بيعمل فيك بيخترق السله. بيسجل جمار يونغ وتايم اوت سريع مثل ما المدرب ديناد بوشيري. سبوت جاي مقطوعه كمان مقطوعه لطلع جمار يونغ. جمار يونغ بيروح على السله وبيسجل وبيعطي التقدم لصالح. مرة واحدة جمار يونغ بيسدد كمان المرة الثانية وبيسجل هالمرة. مومنتم بالمباراة. جمار يونغ بيبرم بيسدد بيسجل. جمار يونغ بياخذوا فادي. جمار يونغ جمار يونغ لعب سريع بسدد بسجل. جمار يونغ نقطة الرابعة. مشاركات عربية واحمد ابراهيم. جمار يونغ على الباك دور. عم بيروح على الباك دور. 2-2 لكن طبعا ابرز مشاركات الفرق الاردنية عن طريق زين. وابرز فريق في العشر سنوات الاخيرة اكيد اكيد عم بيكون فريق رياضي. جمار يونغ تحت الباسكت. اسماعيل احمد وصل له الاسيست. يخترق وصلها لعند اسماعيل احمد. جمار يونغ باسكت كاونتد اكيد. بوزيشن لصالح الرياضي تحت السله. جمار يونغ. جمار يونغ باسكت. الاحمد تحصل صنع عم يكونوا موبايل فيها. وجمار يونغ كمان بسجل نقطه ال 21.
بيقطع اسماعيل احمد، جمار يونغ طالع على الباسكت وبيسجل